القاهرة مع رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. رامي، بحسب ما وصل إلينا وهناك معلومات أو تفاصيل شحيحة حقيقة عن هذه الضربة، ما المتوفر عندكم؟ لأنها ضمن منطقة عسكرية، مساكن عسكرية تقع في نهاية أوتوستراد المنزل بالقرب من جامع الأكرم، قرب مطار المنزل العسكري أيضا. جرى استهداف مبنى في هذه المساكن العسكرية التي من المفترض بأنها يوجد فيها ضباط من قوات النظام، ولكن قد استهداف بشكل مؤكد ليس لضباط من قوات النظام. من هم الشخصيات المستهدفة في هذا المبنى وتطويق أمني كبير في المنطقة العسكرية في نهاية أوتوستراد المنزل في منطقة المنزل قرب المتحلق الجنوبي أيضا؟ لذلك أقول بأنه حتى اللحظة من المستهدف غير معروف. المؤكد استهداف مبنى في نهاية أوتوستراد المنزة أو تابع لمنطقة المنزة، في استهداف إسرائيلي جديد لتلك المنطقة. المنطقة مساكن عسكرية، من الصعب جدا يعني حتى اللحظة التحقق من هوية الأشخاص الذين استهدفوا في هذه المنطقة، ولكن إذا ما كان هناك شخصيات ضمن المساكن العسكرية واستهدفتهم إسرائيل، يعني لا نريد أن نعيد ما قلناه سابقا، هذا يدل على شيء قطعي وواضح بأن الخرق العسكري، الخرق الاستخباراتي الإسرائيلي هو كبير وكبير جدا، ولا علاقة له بالمسيرات ولا بالتجسس على الأجهزة، له علاقة بمن هم عملاء إسرائيل على الأرض. نتحدث عن منطقة عسكرية ومساكن عسكرية وتستهدفها إسرائيل، يعني الواضح بأن الخرق للجميع داخل التراب السوري من قبل الإسرائيليين. طب عفوا على يعني تعريجا على هذه النقطة رامي، يعني أمس حصل استهداف، أليس من الغريب مع كثرة التقارير التي تشير إلى الخرق الكبير، أليس من الغريب أن تتواجد هذه العناصر أو هذه الكوادر في أماكنها بالمزة؟ وأمس قلت أنا أين ستذهب؟ أين ستذهب؟ ذهبت إلى ضاحية دمشق الجنوبية أو الزايدة زينب، استهدفت بضاحية بيروت الجنوبية، استهدفت بالضاحية الجنوبية. ذهبت إلى حماس، استهدفت في حماس. ذهبت إلى بانياس، استهدفت في بانياس. أين ستذهب هذه الشخصيات، سواء كانت قيادية جهاد إسلامي أم إيرانية أم حزب الله؟ ما هي المناطق الآمنة في سوريا طالما وجود عملاء بشكل كبير جدا تتتبع هذه الشخصيات؟ يعني إلى أين ستذهب؟ لا يوجد مكان آمن داخل التراب السوري من الممكن أن تكون فيه هذه القيادات وتعتقد بأنها آمنة وبعيدة عن الاستهداف الإسرائيلي. وأكثر من ذلك، دعني أعطيك الأمر، يعني أن هناك عوائل لحزب الله كانت في القصير، نزحوا من القصير باتجاه أحياء في حمص خوفا من الاستهدافات الإسرائيلية. نتحدث عن عوائل ولا نتحدث عن قيادات، لذلك حتى العوائل هي ليست آمنة في هذه من هذه الاستهدافات الإسرائيلية، مثل ما كان عليه الحال في المزة. يعني سقط 7 شهداء مدنيين بالاستهداف الإسرائيلي. قبله في زينب، عندما استهدفت إسرائيل قيادات من حزب الله وقيادات سورية عملت مع حزب الله، قتلت عائلة أحد القادة الدينيين السوريين العاملين مع حزب الله ومع الإيرانيين في الاستهداف الإسرائيلي. لذلك أقول بأن هل خيار المغادرة متروح رامي؟ لا، يعني إلى أين العراق ستستهدف في العراق؟ هم موجودين في تلك المناطق وهم اشتروا عشرات، إن لم نقل عشرات مئات العقارات حقيقة الأمر في المزة وفي ريف دمشق وعند الحدود السورية اللبنانية، ولكن يعني إذا ما كنا نحن في المرصد نعلم أين هي العقارات، ما بالك إسرائيل التي لديها عملاء كثر على الأرض وتدفع يعني مئات الآلاف من الدولارات، إن لم نقل ملايين الدولارات منذ سنوات لتتبع حزب الله وتتبع من كل ما يعرف بمحور المقاومة داخل الأراضي السورية. كنا نسمع دائما عن موضوع يعني قيام المضادات الأرضية بالنسبة لدمشق بواجبها تجاه يعني مواجهة الغارات الإسرائيلية، لماذا لم نعد نسمع عن ذلك بالقدر نفسه حتى لربما هو معدوم؟ سؤال جيد، لأن أين المضادات الأرضية؟ هل هي تزال موجودة بقوة؟ هل المخزون من الدفاعات الجوية والصواريخ لا يزال موجود؟ هل إيران أعطت دفاعات جوية للنظام السوري؟ هل روسيا تعطي دفاعات جوية للنظام السوري؟ كل ما استخدم هو المخزون القديم المخزن حتى منذ السبعينات والثمانينات داخل الأراضي السورية. قد يكون هناك جزء شحيح بقي منه، ولكن نحن لا ننسى أيضا بأن إسرائيل في كثير من الغارات حيدت الدفاعات الجوية وكانت تستهدف الدفاعات الجوية عندما كانت تستهدف مستودعات إيرانية، وآخرها ما جرى باستهداف الرادارات في السويداء عندما رصدت الطائرات الإسرائيلية التي كانت تريد استهداف إيران. لذلك أقول الدفاعات الجوية هي مقيدة بشكل كبير جدا، بل أكثر من ذلك، عندما يعني قبل أسابيع عندما كان هناك استهداف وهمي لطرطوس، خرجت عشرات الصواريخ من الدفاع الجوي لتستهدف أهداف وهمية أرسلتها إسرائيل.
هناك من يرى سيد عبد الرحمن أن إحدى المنهجيات المتبعة عند دمشق في كبح التصعيد هو عدم الرد على مثل هذه الغارات. يعني هي عدم الرد، قد يكون عدم الرد، وهي يعني لا تريد ولا تريد أن تدخل في الحرب، ولكن حتى لو أرادت الرد، رد أين؟ في الجولان المحتل هي غير قادرة. لا، عندما نتحدث عن استخدام المضادات الأرضية أقصد، خاصة في أحياء أو في مناطق يقطنها أو تقطنها تلك الكوادر، وهنا لا نتحدث فقط عن الكوادر الإيرانية والمدعومة إيرانيا، وإنما أيضا مثلا نتحدث عن بعض الفصائل الفلسطينية. يعني لا، دعني أقول لك أكثر من ذلك، الطائرات الإسرائيلية باتت تحلق داخل الأجواء السورية ولم تعد تحلق وتقصف سوريا من الجولان المحتل أو من فوق بيروت. لذلك أقول بأن المضادات الأرضية قد يكون ضابط هو اتخذ قرار بتفعيل المضادات الأرضية، وقد يكون لا يوجد قرار حقيقي من استخدام مخزون من الصواريخ لمحاولة استهداف الصواريخ الإسرائيلية، لأنه لا إمكانية لإسقاطها، فيحتفظون بما موجود من مخزون لدى النظام السوري. هل توفر يعني عندكم صور من الجهات الإعلامية الرسمية السورية تجاه ضربة اليوم؟ قلت لمنطقة عسكرية الصور جميعها عن بعد، ممنوع الاقتراب منها، ممنوع التواجد في تلك المنطقة، والحواجز كبيرة. ولكن يجب يعني عندما تذكر استهدفت كفر سوسة الساعة 3:00 فجرا داخل فرع للمخابرات العسكرية، ماذا قال النظام؟ استهداف هدف مدني. لكن كيف علمت إسرائيل بأن هناك آليتين، هناك سيارتين، هناك يعني شاحنتين داخل فرع للمخابرات العسكرية كي تستهدف الساعة 3:00 فجرا لو لم يكن هناك عملاء داخل الفرع هم الذين أعطوا المعلومات لإسرائيل؟ وقتل شخص في الفرع، حتى اللحظة لا نعلم من هو الشخص الذي قتل في هذه السيارات، قد تكون لحزب الله أو للإيرانيين، ولكن النظام تكتم على الأمر بشكل كبير جدا ومنع التصوير لأنه كان داخل أحد المقرات العسكرية. هل يمكن سيد رامي أن تمدنا يعني وللمشاهد العربي بطبيعة يعني المزة، وكم يبعد يعني الموقع الذي تم استهدافه اليوم عن الموقع الذي استهدف أمس في المنطقة ذاتها؟ يعني مزة منطقة كبيرة، المزة يعني فيلات استراد المزة منطقة كبيرة، ولكن لماذا استهداف المزة؟ هنا السؤال، لأن المزة يوجد فيها كثير من الميليشيات الإيرانية وكثير من المجموعات الفلسطينية تقطن في منطقة المزة، ونحن نذكر ونذكر المشاهدين بأنه الشهر الفائت 4 مرات استهدفت المزة، كانت تستهدف صار حسن نصر الله ومستشار إيراني وقيادي في حزب الله اللبناني وعناصر من حزب الله اللبناني، أي أن المزة يعني يوجد فيها الكثير من هذه المجموعات المقيمة في تلك المنطقة. ولا ننسى أيضا بأن قيادة ما تعرف بمحور المقاومة قتلت في المزة أيضا عندما استهدف مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية، وقبله كان استهداف شقة سكنية وقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني. لذلك نقول بأن كل الاستهدافات على المزة هي كانت تستهدف إيران ومن يدور بفلك إيران، وحققت أهدافها في ظل خرق كبير من الإسرائيليين على الأرض. إذن شكرا جزيلا من القاهرة رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. نعود إليك في سياق هذه النشرة وقوفا على ما قد يستجلب من تفاصيل حول هذه الضربة.